السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي مرحبا بكم في قناة عالم ماري ماري الترك في آخر لايف ليه كيب كيب حرقة وكيطلب السماحة من الأم ديالو ومن الإبنة ديالو حالة ومن الطريقة ديالو خليكم معايا في الفيديو وغت تشوفوا الجواب ديال الطريقة ديالو أيضا الرد ديال الأم ديالو بعد ما طلب منهم السماحة وكيب كيب حرقة محمد الطور كيفاش كان مع دنيا دنيا بطمة كان ناسي هادشي اللي لي ولا مؤخرا يعني كيقولوا كي كيقول باللي كانت منه من بنتي تسامحني لانني ما حضرش في حفله ديال التخرج ديالها لابن ديالي ما عمري حضرت لهم في, في الايام الدراسيه ديالهم وايضا العمو اللي مات أيضًا بزاف الحاجات وكيقول ايضا كيطلب كي السماحه من طالقة ديالو ولكن بصفه غير مباشره وانما آه هانتوما آه غتسمعوا آه شنو قالت الام ديالو لي فعلا يعني كانت غضبان على الابن آه ديالها خصوصا جال المغرب وغبر ما بقاش مشى انهم يشوفهم ولا يزورهم يعني الوالدين ما, ما, ما كتعودهم لا مرا لا اخت لا اخ الوالدين ما كيتعودوش نهائيا هو جا المغرب صافي كانت كان داك الوباء جلس ولكن مرافش ان داك الوباء مبقاش يعني الناس لاموه وقالوا عليه علاش ما مشيتيش انك تسول على ولادك وعلى الام ديالك الاب ديالك أه جالس هو كي تابع الفلوس وفي الاخير فاش انه دار فيت ما لا فلوس لا والو عاد تفكر بنتو دياله دياله والام ديالو والعائله ديالو الام ديالو هي اصلا ساخطة عليه داكشي علاش كيتمنى كي من الام ديالو انها تسامحه لانها ساخطة عليه آه لانه سمح في كل شيء أو جلس في المغرب والطريقه ديالو منى الصابر كتقول في الصفحه ديال عبر المواقع التواصل الاجتماعي صباح الخير للمشغولين بايامهم المنغمسين في صنع الغد المهوسين بجلال احلامهم الذين لا يجدون الوقت لمراقبه الاخرين او الحكم عليهم الذين يزدهرون بخشوع ويحملون اوجاعهم بخفه ولياقه صباح الخير للمتحضرين حتى في مواجهة أسوأ مخاوفهم الهادئين في فوهة العاصفة الطيبين مهما استفزهم الخبز الضاحكين مهما لو الحزن أدرعتهم علاش قلت هذا الهضره هذه لان امور فاش قال يعني كان الترك قال بلي السمح ولكن بصفه غير مباشره قال على الناس هي مدلوله وغادي تسامحوا واكيد غادي تسامحوا هي حيت هي الامنيه ديالها وانه يرجع لها الترك باش انه تقلي السم الدنيا دنيا هي اللي ما بغاتش الترك هي اللي بغات تطلقو هي من يعني هي اللي اصلا بغات تطلق ماشي هو اللي بغى يطلقها قالوا عليها باللي مدلوله وغادي تسامحوا ولكن هي كتقول باللي آه الناس اللي مشغولين زعما بالأسرار بال يعني بالمشاكل ديالها الله يعطيهم فاش يتبلاو آه منى الصابر هي اصلا مستحيل انها ترجع ليه واخا يكون اللي بغى يكون هي دابا الحاجه الامنيه ديالها هي ان تحقق هي انها تعيش مع او تسامح البنت ديالها حاله اللي هي حاله يعني غضبانه من الام ديالها على والو على فلوس يعني شنو نقول لكم الترك اشنو دار مع البنت ديالو والام ديالها خلى البنت تكره الام ديالها على قبل الفلوس وسخدني على حول ولا قوه الا بالله الام خد اللي دارت فلوس الدنيا كاملين ما يعني تعوض الام ولا الاب غير عباد الله او الوالدين الله يهديهم خصوصا يعني الطرق ديك الساعات يعني هو حرضوا حالة على الام ديالها ام ديالك كتاكل لك رزقك وكدير وكتفعل وكتمشى دعاتها وفي الاخير ان البنت ولات يعني ساكنه بوحدها ما ساكنه مع لا الاب ديالها ولا مع الام ديالها غير الله يهدي ما خلق شكرا لكم اخواتي على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته